اليوم سيتي نوفال اكسبيرونس لينا، وين حنا كجمعيه النصر المصغاري كفريق اول فريق يمارس باراتيك بول. دونك سيتي اكسبيرونس لينا، وحنا رانا هنا باش نعطيو اون بال ايماج على بلادنا. هذه حاجه الاولى، ودوزيام لا دوزيام شوز باش نبروفو بلي لو بيرسون ولا لاتليت هانديكابي بو ابليكي سيت ديسيبلين. دونك سي ان بليزير بور نو حنا كرياضيين من ذوي الاعاقه نشاركوا هذه الرياضه مع الفريق الوطني الجزائري، الفريق البرتغالي، الفريق الفرنسي التونسي. دونك حنا ان شاء الله بربي نخدموا باش نعطيو اون بال ايماج على هذه لا ديسيبلين اللي هي جديده في بلادنا، بوكوا با باش دوت كلوب يابليكو سيت باراتيك بول. The first time I play padball, paratech ball, I think it's a good experience and I like this sport because you can play paratech ball and it's a lovely sport. مثل لجمعية النصر ذوي الاحتياجات الخاصة المصالح والله شيء كبير يحفز باش نلعب باراتيك بول مع اللاعب البرتغالي ولاعبين فرنسيين وتونسيين ومرحبا بهم، والله شيء رائع ساعدنا كبير. ان شاء الله نحن جينا كأول مرة في الجزائر باراتيك بول، بندو خبرة منهم ونقول لهم الله يعطيكم الصحة.